يا مريم. ايوه ياسين، انت فين؟ انا في مشوار كده جنب المكتب. مشوار ايه دلوقتي يا ياسين؟ انت مش عارف ان احنا عندنا مواعيد النهارده كتير ورا بعض؟ معلش، انا مش هتاخر ان شاء الله. كل مره بتقولي كده وبتتاخر. يا ستي ربع ساعه هكون عندك. خلاص بقى، ماشي يا ياسين، يلا باي باي. رايحين على فين؟ رايحين بيت الرعب. عارف بيت الرعب؟ امشي. قولي لها ما تقلقش، حساسية عادية، وأنا كتبت له على الكريم ده تدهن له منه 3 مرات في اليوم وهيبقى كويس. مش خلاص بقى؟ خلاص إيه؟ هتفضل مقموص كده كتير؟ الموضوع مش مستاهل كل ده يا هشام. مقموص؟ تفتكري لو الموضوع اتعكس وبقيت انتي مكاني وانا اللي ما بهتمش بيكي هتبقي تمام؟ ايه الاوفر ده؟ هو الاهتمام ان انا اقولك اطلع اشرب شاي عندنا ولا اتغدى عندنا؟ بعدين انت مش غريب، لو عايز تطلع ما تطلع. الاهتمام حاجات تانية خالص، وانت عارف ان انا بهتم بيك كويس وفي مواقف كتير قوي تثبت ده. انت ليه محسساني ان انا في حصه حساب؟ انا مش قاعد اعدلك انت كم مره اهتميتي بيا وكم مره ما اهتمتيش يا ريهام. عارفه، بس انا مش عايزه نزعل كل شويه مع بعض على حاجات ملهاش معنى، وخصوصا لو ما حدش فينا اصلا يزعل التاني. مساء الخير. مساء النور. يا مسز نجوى موجودة؟ أيوة، في حاجة حضرتك؟ أنا عايز أقدم لابني. أنا ريهام. اسمك إيه؟ زياء. دكتور هشام. أهلاً أهلاً أهلاً. طيب هي موجودة هناك في المكتب، ممكن تسيبه معايا لحد ما تخلص لو تحب. يا ريت. تقعد معايا؟ حاسس؟ بعد إذنك. تعالى هنا. اتفضل. قول لي. صباح الخير يا فندم. هو أنت إيه اللي جابك هنا؟ ربنا يخليك. الحقيقة يا فندم، أنا جاي ومعايا جود نيوز. بس إحنا أصلاً مفيش ما بيننا تعامل عشان تجيب لي جود نيوز. فندم حضرتك ما تعرفيش، أنا لما مشيت من عندك هنا لا أكلت ولا نمت، فضلت سهران في الشركة طول الليل، وعندي إحساس فظيع بتأنيب الضمير، وأول ما طلع النهار جيت عشان أكون أول واحد على مكتب حضرتك هنا. وبعدين؟ فندم حفلة حضرتك هتتعمل في معنى بالاتفاق اللي بينا، ويمكن احسن كده. معقوله؟ طبعا فندم، انا الكلمه اللي بتطلع من بقي عقد. وبعدين ده ايفنت للاطفال، انا مش بعتبره شغل، انا بعتبره رساله مقدسه، لان الاطفال احباب الله. بجد؟ طبعا. وبعدين انا مش جاي اعمل ايفنت في اي حضانه. حضرتك ما شاء الله الحضانه بتاعتك افضل حضانه على مستوى الجمهوريه، فانا يشرفني ان اعمل ايفنت لحضانه ليتل، حضانه ليتل، حضرت ليتل انجلز. يشرفني يعني. كلام جميل قوي، بس كان نفسي اسمعه من حضرتك اول مره جيت فيها. للاسف انا خلاص تعاقدت مع شركه تانيه. شركه تانيه ازاي يا فندم؟ احنا في بيننا عقد رسمي. وهو كان فين العقد لما جيت فسخته امبارح؟ ما انا جاي عشان اصلح غلطتي. ايه؟ قصدي يعني اصلح الموقف البايخ اللي انا عملته. ماشي، اتفقنا. بس اعمل حسابك لو اخليت بالعقد المره دي هتشوف مني وش تاني. مستحيل يا فندم، احنا شركه محترمه وبتحترم تعاقداتها. اما نشوف. فندم في طلب صغير يعني عايز اطلبه من حضرتك. خير زياد. مين؟ زياد ابني، عايز ادخله عند حضرتك في الحضانه. هو انا مش قلت لحضرتك قبل كده يا ريت ما تحتاجنيش يوم من الايام؟ للاسف يا استاذ ياسين، ابنك ملوش مكان عندي في الحضانه. واضح ان حضرتك فهمتي الموقف غلط تماما يا فندم. يعني حضرتك فهمتي ان انا بساوم بالشغل عشان مصلحه شخصيه؟ كلامك ملوش اي تفسير تاني. لا يا فندم، ازاي؟ اي كلام في الدنيا ليه اكتر من تفسير. ابسطهم مثلا ان انا اتحطيت في وضع مفاجئ خلاني يعني مضطر احتاج مساعده حضرتك، بس لو حضرتك فهمتي كلامي غلط اعتبريني ما قلتش حاجه خالص. شفت؟ اديك بتلغي التعاقد المره الثانيه. شفتي حضرتك فهمتي كلامي تاني غلط اهو. يا فندم الشغل حاجه والمصلحه الشخصيه حاجه تانيه خالص. حفلة حضرتك يا فندم هتتعمل في ميعادها، وإن شاء الله هنشرفك وهنرفع راسك، وهتكون أحسن حفلة على مستوى الجمهورية. وأنا آسف
لو كنت ضيعت وقت حضرتك. بعد اذنك. ثانية واحدة. ايوه ايوه فهمت. ابنك عنده كام سنة؟ 5. 25% ديسكاونت. يا فرج الله معقول؟ يعني هتقبليه وكمان ديسكاونت فيلم ده كتير؟ يعني مش عارف ارد جمالك ازاي، متشكر جدا. 25% ديسكاونت مقابل العدل بينا. نعم يا اختي. ارجوك ما تفهمنيش غلط. امال افهم كلامك ده ازاي يعني؟ حضرتك انا اتحطيت في وضع مفاجئ خلاني اساعدك، وبما ان الشغل ملوش علاقه بالمصالح الشخصيه زي ما انت بتقول، فانا هقبل ابنك عندي في الحضانه مقابل 25% ديسكاونت. موافق. المواعيد الساعة 8 الصبح ابنك يكون موجود، 8:05 هتاخده معاك، لبسه يكون نظيف ومكوي، اكله يكون صحي، لو هياكل في الكانتين لو سمحت تعمل الاشتراك الشهري او تديله مصروف، ممنوع يجيب حاجة حلوة من بره، الانذارات 3 مرات في السنة غير كده هيترفض. واعمل حسابك ان انت هتكون المنظم لكل حفلات الحضانة. ده اكيد طبعا، اكيد. في حاجة تانية. خير؟ الحفلة هتبقى بكرة. عارف. حضرتك لازم تكون موجود بكره وتعمل بروفا على الاغنيه علشان هتقدم المسرحيه مع ابنك. هغني ايه وانا عمرو دياب؟ يا ريت تعدي على المسرح تشوف ايه اللي ناقص للحفله. متشكره قوي، اتفضل. معتصم بيه. صباح الخير، يا رب تكون بخير كده وحلو. طب الحمد لله عظيم. استاذنك بس تشرفني شويه في حضانه ليتل انجلز. لا يا حبيب قلبي مفيش اي حاجه. عايزك بس تيجي تشوف شورتك المنيله عملت فيا ايه. لا انا مش هشرح حاجه، انت تيجي هنا على ارض الواقع تشوف بنفسك. ماليش دعوه هتقول لمريم ايه، ربع سوا ليك عندي، يلا غور في داهيه. ممكن توطي صوتك؟ انت على طول صوتك عالي. حقك عليا. لا مش حقي عليك ولا حاجه، دي حضانه فيها اطفال. يا ستي حقك عليا خلاص بقى. ممكن افهم ايه ده؟ بونبوني. ما انا عارفه انه بونبوني. بالقهوه؟ العيال دي بتاكل الزلط، وبعدين دي مش قهوه قهوه يعني، بيبقى عليها مكسبات طعم ومواد حافظه بس. كمان انت مشكلتك مع المكسبات ولا مع القهوه؟ مشكلتي مع حضرتك، انت ما عندكش اي فكره عن التربيه. ما تعترمي نفسك وانا مش متربي يعني. لا ما اقصدش، انا قصدي عن اساليب التربيه. استاذ ياسين. نعم. يا ريت حضرتك تاخد ده. ايه ده ان شاء الله. دي اللائحه الداخليه بتاعت الحضانه، فيها الحاجات الممنوعه والحاجات اللي مش ممنوعه، يا ريت بقى تذاكرها كويس عشان تفهم تتعامل ازاي مع زياد. لا مش فاهم، يعني انا اللي هذاكرها ولا زياد اللي هيذاكرها؟ لا زياد ما شاء الله عليه مذاكر وفاهم كويس قوي، المفروض يتعامل والمفروض ما يتعملش، ده ليك انت. حاضر. ودي لسه فيها الحاجات اللي محتاجينها عشان زياد. 14 نوت بوك. ايه ده، في ايه، ايه كل الحاجات دي؟ الحاجات اللي عايزينها عشان السنه الدراسيه الجديده. سنه دراسيه؟ ايه الحاجات دي؟ كان في لحد ما يتخرج من الجامعه. ما علينا، وعرفت من مسز ناكو ان انت هتشارك النهارده في بروفه المسرحيه. دي الاغنيه اللي هتغنيها مع زياد، يا ريت تحفظها كويس. ودورك متعلم عليه هنا، واللبس بتاع الشخصيه هتلاقيه في الاوضه اللي في اخر الكوريدور. استني بس، حيلك شخصيه ايه ودور ايه؟ هي قالت لي ان انا هغني، كمان همثل وانا جاي اعمل فوازير؟ لا هتمثل. همثل دور ايه؟ اوبرجين. جين. بتنجانه؟ ايوه، يا ريت تذاكره كويس. يلا يا زياد. بينز بينز بينز، it's time to eat your beans. يس يس يس. معتصم معتصم. شش صوت. في ايه؟ انت صدقت نفسك ولا ايه ده؟ انت بسله. لو ما بطلتش ضحك هنفضك زي ما بينفضوا السجاده، عشان انا مش طايق نفسي وجايب اخر. ده فين يا ابني انت قلب الدنيا عليك وانت واقف هنا بتلعب مع الولاد وما... ايه اللي انت ماسكه ده؟ دي بتنجانه. بتنجانه؟ بتاعت ايه دي؟ هلبسها في الحفله. او هلبسها لك في دماغك لو ما اتنقلتش سكت خالص. فيها سي، انا مال انا طيب؟ انت مالك ايه؟ ما انت صاحب الشورى المهببه دي، الولايه الحقنه مديره الحضانه اشترت عليا عشان تاخد زياد لازم اشارك في الحفله، وكمان اعمل لها 25% ديسكاونت على الايفنت. نعم؟ دبل؟ انت عايزني اعمل ايه يعني؟ انا اللي هقول لك تعمل ايه؟ طقم حنيه حنين مع الوليه دي؟ يا ابني بقول لك حقنه، دي لما عرفت ان انا محتاج لها ادتني من المنقي خيار. انت فاهم ان الديسكاونت ده على الايفنت ده بس؟ لا يا حبيبي، ده على اي ايفنت هيتعمل في الحضانه هنا ان شاء الله. ايه؟ اي ايفنت هيتعمل في الحضانه هنا؟ ايوه. 25%؟ ايوه. ليه؟ واحنا حراميه؟ لا انا ماليش دعوه، انت تلبس بدنجانه تلبس كوسايه تعمل اللي انت عايزه، انما 25% انا ماليش فيه بقى، انت منك لمريم. لا لا لا، مريم ايه؟ مريم ما ينفعش تعرف اي حاجه اصلا. ما ينفعش تعرف اي حاجه، مش في حسابات ودفاتر وورق وكل ده في الاخر لازم يروح. مش دعوه بالكلام ده، انا هظبط كل الورق والحسابات، انا بتكلم على الايفنت ده، انت مسؤول عنه قدامي. مريم لازم تبعدها خالص لحد ما القصه دي تخلص، فاهم؟ هحاول. مفيش حاجه اسمها هحاول، اسمها هبعدها. هحاول.
معتصم معتصم. حاضر 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 خلاص. بس في مشكله دلوقتي. في ايه تاني؟ يعني انا همسك الايفنت ده، طب والايفنت التاني بتاع رندا الخولي ده انا اعمل فيه ايه؟ انا مش هينفع امسك الاثنين مع بعض. لا رندا الخولي دي سيبها لي، هي دي اللي تتظبط مش نجوى. رندا ماشي انا هظبطها. ايه في ايه؟ بس والله شكلك هيبقى تحفه. ينفع ناخد سيلفي مع بعض؟ معتصم امشي امشي امشي. خلاص 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 ماشي. حاسب يا استاذ بسله كده شويه. حلو قوي لبسها عليك يا زيد. شاطر شاطر شاطر. مالك يا زياد في ايه؟ مفيش. لا في، انت اللبس مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني، انا اصلا بحب اوبرجين. امال مالك؟ مامي وحشتني قوي. مش انت قلت ان هي مسافره شويه؟ المسافر ده بيرجع يعني شويه وهترجع. ما انا ما اعرفش هترجع امتى. طب انا عندي فكره حلوه، تعال كملي. ايه رايك لما تروح تسال بابي هترجع امتى؟ بابي ما يعرفش حاجه. طب ممكن اطلب منك طلب؟ انا هقوم اعمل حاجه على طول واجي نكمل كلامنا. ممكن ما تزعلش بقى. يلا ودي ده جوه وانا هاجي نكمل كلامنا انا وانت، اتفقنا؟ خد ده انت. يعني ده المسرح هيبقى كده؟ دخول من هنا يعني؟ بالظبط هيبقى الدخول من هنا. افندم ميسز نادر. اه ريهام، كنت عايزه اعرفك على استاذ معتصم، هو دلوقتي المسؤول من شركه واندرلاند ايفنتس اللي هيكون مسؤول عن ترتيبات الحفله. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فل. اهلا. يا ريت بس تقعدي معاه وتنسقي معاه ترتيباتنا مع شغلهم. خلاص اتفضل حضرتك معايا. تحت امرك. ميرسي قوي. ميرسي، شكرا، الف شكر. ليدو، ايه البليدو ده؟ اهو صلصال. والله طب ما يقولوا صلصال، لازم يعني يعملوا فيها خواجات. خد يا معتصم. ايه يا معتصم؟ هقعد ساعه استناك. امسك امسك 14 كشكول. خد يا معتصم. فاضل ايه تاني يا ابني في الورقه دي؟ معرفش، انت اللي معاك الورقه. ايه الورقه راضيه تخلص؟ ليه كل الحاجات دي؟ انا في ثانويه عامه ما كانش عندي نصهم. عشان انا صغير لكن انت كبير. لا يا راجل، انا عايز افهم حاجه، امك ليه ما جابتلكش الحاجات دي قبل ما تهديني بيك؟ هو انت زعلان؟ لا يا سيدي مش زعلان، انا خطأت. يعني هتزعق؟ في ايه يا معتصم؟ ايوه يا سيدي هزعق هزعق. خلاص خلاص بلاش تزعق، وانا مش عايز حاجه. ما ينفعش، هتروح بكره الحضانه تقول لهم ايه؟ لازم نجيب الحاجه. هقول لهم بابي ما عرفش يجيبها عشان كان هيطق. بقول لك ايه؟ خلينا نجيب الحاجه دي ونخلص عشان نروح. طب انا عايز شنطه سيمبا اللي هناك دي. ايه يا معتصم الغباء ده؟ لم. طب لم معايا. لا انا هروح اجيب سيمبا. يلا حبيبي. يا ياسين يا ياسين، لم معايا ياسين. عيب يا ياسين، انا طالع عينك. عيب، انا مش صغير يا ياسين. على فكره انت غدت جدا. ما تقلقش، كله تحت السيطره. انا ما بقلقش غير لما بليك واثق في نفسك كده. ما هو ده ليه بقى؟ لان انت بتحقد عليا ومش بتثق في قدراتي. على فكرة أنا عندي ذكاء وسرعة بديهة، أقدر أحل أي موضوع بسهولة شديدة جدا. سيمبا، أنا عايزك تاكل كل السندوتشات دي وتشرب اللبن ده كله، ماشي؟ واو، كل ده علشاني؟ يلا بقى، عايزك تاكل عشان تبقى قوي جدا. ها؟ كل كله. أنت بتعمل إيه؟ جعان في إيه؟ هو عيدك، ده العشاء بتاع سيمبا. طب خش اتنقل اعمل لي أي سندوتش. هو أنت هتفضل كده ما عندكش دم ولا إحساس؟ مش كفايه راميني طول اليوم النهارده مع المراه المجففه بتاعت الحضانه دي؟ دي طلعت عيني، دي بترغي رغي وطلبات طلبات طلبات طلبات. انا كان المفروض اخد بالي يوم اجازه. ما قلتليش عملت ايه معاها؟ عملت اللي عملته بقى. المهم ان انا خلاص خلصت الموضوع وقفلت المساله دي كلها. انت عارف ان انا اقدر اتصرف في الحاجات دي. لا يا واد، وانت خبره قوي مع الجنس اللطيف. اللي يشوفك ما يشوفكش مع المراه المجهوله بتاعتك اللي اسمها دريه دي. مالها دريه؟ ايه اللي مالها؟ ما تحب لي فيها من بعيد لبعيد؟ لا عارف تقول لها ولا عارف تبعد عنها، كتكنيله. هو يعني الحب ده بايد حد يا سيدي؟ يا ابني لازم يبقى بايدك، لو سبت نفسك للحب هتتشقلط، انما لما تسيطر عليه هتبقى برنس. لا يا شيخ، شوف مين بيقول لمين ايه؟ امال اللي انت فيه ده ايه؟ مش شقلطه برضه ولا انا ايه؟ لا دي شقلطه مؤقته، ولقيت لها حل وقريب قوي على فكره. ماشي. سيمبا، بعد ما ناكل عايزك تقوم تغسل سنانك عشان تدخل اوضتك بقى وتنام. اوضه مين يا مجنون انت؟ اوضتك. انت اتهبلت في دماغك؟ ده هينام هنا على الكنبه زي ما هو كده. بقول لك ايه؟ اللي فات كوم ومن امبارح كوم تاني. الولد بيروح حضانه.
لازم ينام ويستريح في مكان مريح عشان يقدر يقوم الصبح ويقدر يدرس كويس. اطلع انت منها يا اخويا، امبارح نام هنا وصحي زي القرد. هو ايه الفرق بين اوضتك وهنا غير السرير بس؟ خده في حضنك يا سيدي. انا ما بحبش حد ينام جنبي، في ايه؟ خلاص معلش يا سمر، انا هظبط لك هنا الكنبه هخليها لك احلى من السرير بتاعه، مش عايزين منه حاجه.